قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك بعض الأخطاء التي تسربت لمشروع الدستور الجديد. أوضح الرئيس التونسي أن العمل جاري لتصحيح هذه الأخطاء. أنا بعض الأخطاء قد تسربت للمشروع الذي تم نشره، فوجب إصلاحها وتصويبها. هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب، وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية، إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري. والحمد لله تعالى أنه توجد إمكانية للإصلاح والمراجعة، وهو ما سيحصل اليوم. من تونس ينضم إلينا المحامي وعضو المكتب السياسي للتيار الشعبي السيد جمال مارس. سيد جمال، أهلا بك معنا. يعني تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري وثمة إمكانية لتصحيحه، وهو ما سيتم الليلة. هذا ما قاله نصا وحرفا الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته اليوم. يعني ضعنا في صورة قراءتك لهذا الموقف من قبل الرئيس قيس سعيد، وما الذي نستشفه من التصريحات الليلة؟ مساء الخير، تحية لكم ولكافة مشاهدي القناة. رئيس الجمهورية قيس سعيد استغل كلمته بمناسبة تهنئة الشعب التونسي بعيد الأضحى المبارك، الذي أتمنى أن يكون مباركا على كافة الأمة العربية والإسلامية، بأن عرج على موضوع الساعة، موضوع الاستفتاء وموضوع الدستور. بداية مثل ما ذكرتم من ضحين، الدستور تضمن بعض نص الدستور أو مسودة الدستور بعض الأخطاء الشكلية وأخطاء في الترتيب مثل ما ذكر، وهي مسألة عادية مثل ما ذكر، باعتبار أن كل عمل بشري يمكن أن تتسرب له هذه الأخطاء من قبيل الشكل ومن قبيل الترتيب ومن قبيل بعض العبارات. يعني المسألة لن تتعلق بجوهر النص، ولن تتعلق بالمفاهيم، ولن تتعلق بالخيارات الكبرى لهذا النص القانوني، ولكن مسألة شكلية بحتة. عادة حتى من يصدر كتاب ثم يتفطن إلى بعض الأخطاء، يتولى إضافة ورقة في نهاية هذا الكتاب، صفحة كذا هناك خطأ صوابه كذا. هذه مسألة عادية ومتعودين بها. ورئيس الجمهورية مثل ما ذكر في نهاية كلمته أنه سيتولى هذه الليلة المباركة إصدار التصحيحات والتصويبات صلبة الجريدة الرسمية للبلاد التونسية. من جهة أخرى، أضاف رئيس الجمهورية في خطابه استغل المناسبة للرد على أعداء 25 جويلية، بالأساس جبهة الخلاص وعبير موسي ومن معها حزب الحر الدستوري، بأنهم يهاجمون مسار الاستفتاء، مسار 25 جويلية، ويهاجمون رئيس الجمهورية شخصيا بكونه يقوم بالتضييق على الحريات في هذه الفترة عندما يتنقلون داخل الجمهورية للقيام بحملة مضادة. هذه المسألة طبعا غير صحيحة، نحن متواجدون بالشارع التونسي ويقومون بكل حرية بالتنقل لمواجهة لمقابلة الشعب التونسي لقيام الحملات المضادة لهذا المسار بكل حرية، بل أكثر من ذلك هم في حماية الأمن. ذكر رئيس الجمهورية صلب كلمته كذلك بكون واقع الدستور الجديد أو الأسس والدوافع التي دفعت إلى هذا الدستور، ركز على مسألتين بالإضافة وردت بتوطئة الدستور، وهي بالأساس روح الثورة أن هذا صحيح. الدستور جاء وهو قال نعم وهو قال الرئيس قيس سعيد قال أنه لا تراجع في نص الدستور عن المبادئ الأساسية أو الخيارات الكبرى والتي تعبر عن روح الثورة. يعني هنا يتحدث عن أنه الجوهر واحد والهدف واحد من هذا الدستور، وأنه العودة للاستبداد أيضا كما قال، ولكن هناك بعض التعديلات التي والتنقيحات التي ستتم على مسودة الدستور التي خرجت. هنا نريد أن نوضح للمشاهدين ما هي الفروق الأساسية، ما هي التعديلات المتوقعة على نسخة الدستور والتي ستصدر نتوقع في خلال دقائق من الآن. طبعا مثل ما ذكرت، المسألة لا تتعلق بالخيارات الكبرى للدستور، لا تتعلق بالمفاهيم، لا تتعلق بالمبادئ، هذه مسألة محسومة، سواء في خصوص مقاصد الشريعة الإسلامية، في خصوص تجذر الدولة التونسية صلب الأمة العربية، هذه كلها مسائل محسومة، الخيارات الاقتصادية لروح الثورة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذه كلها مسائل لترجع فيها. المسائل الشكلية بالأساس، يعني هناك عبارات مكتوبة بطريقة خاطئة، هناك ترتيب، هناك نقطة، هناك فاصل، هناك أولويات، مثلا واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة تأتي قبل واحد بالمنطق. هذه مسائل يعني بالشكل بصورة مطلقة لا علاقة لها بنص الدستور، بجوهر الدستور وبالخيارات الكبرى. ربما نبرر هذه الأخطاء بكون رئيس الجمهورية هو من تولى بصورة فردية
صياغه هذا الدستور. اللجنه دورها استشاري بالاساس، لم يساعده معناها في الصياغه اللي هي اشخاص كان عمل فردي، ربما لهذا اعترف بانه عمل فردي وبانه عمل بشري يمكن ان يرتقي له الخطا كاي عمل بشري في الشكل. اقول فقط يعني ما هي المواد المختلف عليها؟ يريد العوده الى الوراء في اي مبدا او تحت ضغط الشارع او تحت ضغط نقد اعداد 25 جويليه وبعد هذا الدستور. هذا ما اراد ان يبلغه سيد جمال. ما هي المواد المختلف عليها؟ ما هي المواد التي اثارت الجدل، التي اثارت الحنق؟ ما هي الاختلافات بين نسخة الدستور التي صدرت وبين ما التي أصدرها رئيس الجمهورية وبين النسخة التي قيل بأنها كانت تعدها لجنة صياغة الدستور؟ يعني ما هي الموضوعات محل الخلاف هنا؟ أهم الانتقادات التي توجهت إلى نسخة المسودة الحالية التي ستكون موضوع 25 جويلية هو تركيز السلطات بصورة أكثر بصورة فردية لدى رئيس الجمهورية في خصوص السلطة التنفيذية. يعني الحكومة لها صبغة استشارية أكثر منها، لها صبغة شكلية، وبالتالي هناك نوع من تركيز السلطات. وما رد ذلك أن رئيس الجمهورية يريد أن يتجاوز ما حصل خلال العشرية السوداء الفارطة من تشتيت للدولة من وجود سلطة تنفيذية برأسين، رئيس حكومة ورئيس الجمهورية. وتونس بعشر ملايين ساكن لابد من سلطة قوية تمرر القرارات بصورة فعلية. يعني خلال الفترة الفارطة، خلال العشر سنوات الفارطة، أحيانا يقع عزل وزير ويبقى الخطة شاغلة لأربعة أو خمسة أشهر ولا يمكن تعيين وزير نتيجة خلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. يعني وجود رأسين السلطة التنفيذية، هذه من المسائل التي جعلت رئيس الجمهورية يقر هناك سلطة تنفيذية قوية وبرأس واحد. كذلك مسألة مقاصد الشريعة الإسلامية في الفصل الخامس. صحيح هذه نقطة كانت خلافية أو كانت جدلية، وأيضا تخوف البعض من أنها قد تؤسس إلى عودة النظام ثيوقراطي أو إلى أحزاب دينية مرة أخرى في تونس. يشرح لنا هذه النقطة باختصار سيد جمال. طبعا أريد أن أضع الأمور في إطارها. رئيس لجنة الحوار الوطني العميد صادق بعيد أعتقد صرح تصريح لا مسؤول في بداية انطلاق الحوار، وقال أن الفصل الأول القديم من الدستور بأن تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام ودينها والعروبة هويتها، سيحذف من الدستور أو المسودة القادمة. أثار جدلا كبيرا وخوفا كبيرا لدى الشارع التونسي وبداية استعداد للنضال ربما في الشارع من أجل أن لا يقصى هذا الفصل. طبعا رئيس الجمهورية كان واعيا بأهمية استغلال الضد خاصة الإخوان المسلمين هذه الثغرة لشن هجوم كبير عليه وعلى مسودة الدستور، فقام بتوضيح يعني زايد في هذا الموضوع إن أردنا بأن وضع الهوية العربية الإسلامية بشكل واضح، وأن مقاصد الشريعة الإسلامية تمثل جزءا مهما من التشريع التونسي. يعني كل ما يتعلق بحماية النفس والعرض والمال وهذا الاتجاه، قال أن الدولة تقوم بتنفيذ أو بتفسيرها النص القانونية في اتجاه معناها تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية، قال دون سواها. يعني ليست من دور الأحزاب، هنا أراد أن يقصد الأحزاب السياسية، وبالتالي بالأساس الإسلام السياسي بأن لا دخل له في تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية أو في تطبيق الشريعة الإسلامية. وأتوقع في هذا المجال أن يصدر قانون مرسوم الأحزاب قريبا بعد الدستور يحجر تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي مثل ما كان في الدستور 2005. وعموما سننتظر الإعلان أو صدور مسودة الدستور في شكلها المعدل كما أعلن رئيس الجمهورية. شكرا جزيلا لوجودك معنا من تونس، المحامي وعضو المكتب السياسي للتيار الشعبي السيد جمال مارس.